حرف النون. أكتشف وأتعرف. أولا أرفع يدي إذا سمعت الصوت ن. سنجاب سن ن. أسمع الصوت ن. أرفع يدي. حمار لا أسمع الصوت ن. لا أرفع يدي. نمر ن. أسمع الصوت ن. أرفع يدي. ثانيا أقرأ وأتعرف أشكال حرف النون. الحرف في أول الكلمة. نمل يكتب النون على هذا الشكل في أول الكلمة. نبال يكتب النون على هذا الشكل في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة. سنون يكتب النون على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كان متصلا. رنين يكتب النون على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كان منفصلا. الحرف في آخر الكلمة. لبن يكتب النون على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كان متصلا. رمان يكتب النون على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كان منفصلا. ثالثا أقرأ الكلمات وأجزئها إلى مقاطع. نسر المقطع الأول. نس المقطع الثاني. رن نس رن. نمل أجزئها إلى مقطعين. المقطع الأول نم والمقطع الثاني لن. نم لن. منزل أجزئها إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول من، المقطع الثاني زي، والمقطع الثالث لن. من زي لن.